مشاهدين مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي صدى الإبداع. حلقة اليوم خصصناها لمناقشة موضوع مهم جدا كيرجع بنا لذاكرة الغناء المغربي وعنوناها الذاكرة الغنائية بالمغرب بحضور نخبة من الباحثين في هذا المجال. قبل ما نستضيفوا ضيفنا الأول في هذه الأمسية خليكم مع الدليل. الفقرة الأولى غادي نستضيفوا الصحفي والباحث عزيز مجدوب واللي غادي يقدم لنا كتاب سفر في ذاكرة فنان مع محمد المزقلي. موضوع الحلقة حول الذاكرة الغنائية بالمغرب بحضور الإعلامي والكاتب أنور حكيم. ضيف الفقرة الفنية الفنان محمد زياد. جمهورنا الجميل تصفيقات حارة للصحفي والباحث عزيز مجدوب. مرحبا بك سي عزيز. سعيد أننا نستضيفك في اليوم. خصنا أن سي عزيز هو من المهتمين والمولوعين بالأغنية المغربية وبتاريخها، مع أنه يعني شاب فهو يهتم بالرواد. سنسأله حول هذا الاهتمام الخاص. من مواليد مدينة الدار البيضاء، خريج شعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، درس الموسيقى والموشحات معهد البلدي بالدار البيضاء، وما أدراك ما ذاكرة هذا المعهد. يزاول الصحافة منذ حوالي 11 سنة بيومية الصباح، وخاصة في بالقسم الفني والثقافي. شارك في العديد من الندوات والمحاضرات حول الأغنية المغربية والعربية وأهم رموزهما. أنجز حوارات ومذكرات مع أهم رموز الغناء المغربي وأيضا العربي. ثم شارك في عدة إصدارات جماعية، أذكر منها كتاب حول الراحل محمد سكري، وهو مهتم له العديد من المنشورات التي يعدها للطبع حول رواد يعني الأغنية المغربية. نحن اليوم بصدد مناقشة آخر أعماله سفر في ذاكرة فنان المكرسة للراحل الفنان محمد المزقلدي. سي عزيز، ما الذي أثارك بالضبط لكي تبدأ سلسلة كتبك حول الأغنية المغربية بالمزقلدي؟ أولا شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج الجميل الذي يشكل صراحة نافذة على عالم الثقافة والفكر والإبداع بشكل عام. بالنسبة للشغال على ذاكرة أو المسار للفنان محمد المزقلدي، أولا كان الشغال على مجموعة مسارات ومذكرات مع مجموعة من الفنانين، لكن شاءت الصدف والظروف أن يكون محمد المزقلدي وأول كتاب اللي غيصدر، لأنه تزامن مع الوفاة ديالو مطلع السنة الجارية أو مطلع سنة 2018. فبحكم أن هذا الكتاب المادة الأولية ديالو تشكلت من مذكرات صحفية تسجلت معه في 2015، وكان الراحل صراحة يمني النفس أن تجد هذه المذكرات طريقها إلى النشر قيد حياته، ولكن للأسف فارق الحياة قبل أن ترى النور. فمجرد يعني الوفاة دياله، أولا تصارت لي واحد المسألة، وأنه مجرد ما يدعو الاسم دياله في وسائل الإعلام كأحد رموز الأغنية، اكتشفنا تقريبا التجاهل الفظيع أو الجهل الفظيع ديال مجموعة من الناس بشخص من هذا القبيل. هذا قيمة المزقلدي يعني رجل واحد من رواد الأغنية المغربية، واحد من الجيل المؤسس، كذلك من أول الأصوات المغربية اللي عرفت اللي سجلت أغاني في الشرق في إذاعة صوت العرب ومع الفرقة الماسية إلى غير ذلك. فبالتالي كانت الوفاة ديالو حافز على سريع من أجل نشر الكتاب ليجد أو ليرى النور في الذكرى الأربعينية. هذه إعادة اعتبار الفنان، والجميل هو أن شباب بحالك كيف أشرت محمد شويكا، أن هناك شباب بحالك اللي كيشتغلوا على الذاكرة ديال الرواد القدام. الكتاب ديالك هو عبارة عن يعني ذاكرة لهذا الفنان. إذا كان ممكن تقرب الجمهور المغربي، شكون هو محمد المزقلدي؟
باش نردوا له الاعتبار بشكل جميل وبشكل اعمق. نعم. خصوصا الجمهور الشاب اللي ما كيعرفش. نعم بطبيعه الحال لانه هو الهدف من وراء هذه المذكرات او من وراء هذه الاعمال من هذا القبيل هو ربط الجيل الحالي والاجيال المستقبليه اللي غتكون مستقبلا بالماضي. لانه المفروض اننا ما نتعاملوش مع بلادنا المغرب بعدا والذاكره الفنيه هذا يعني كنتصرفوا كاننا يلا غادي نبداو يلا بمعنى انه حتى ملي كنتحدثوا على الاغنيه المغربيه في واقعها الحالي بصرف النظر على قيمه الحضور دورها ولكن يمكنش تكلموا عليها كحلقه نبتت من فراغ يعني كانوا مجموعه من من هناك واحد المشوار تاريخي يعني مسار يعني تاريخي طويل صنعوه مجموعه ديال الاسماء للاسف بالكاد بالكاد كاننا كنعرفوا علاش كترجع هذه المساله لان احنا تنشوفوا الان العمل ديالك وتنوجدوا فيه اهم المحطات اللي عاشها الفنان المزكلدي رحمه الله بالتالي هاد القضيه اللي تتكلم عليها ديال غياب تاريخي اللي بغينا نقولوا المشوار ديال مجموعه من الفنانين واسترجع صعوبه العمل لان ملي تنشوفوا العمل ديالك البحث ايضا اللي يطلب منك باش تنجز هاد العمل. نعم. هذا اولا المساله تقريبا هذا مشكل بنيوي عندنا في ثقافتنا احنا المغاربه في التعاطي مع الذاكره بشكل الموسع وكاين المستوى الثاني هو كيفيه تعاطي هاد لانه كاين اخطاء اخرى وكذلك الرواد نفسهم لانه كاين مساله التعاطي مع المسار الشخصي ولا المذكرات الى غير ذلك هذا تقليد كنلقاه راسخ في الشرق يعني كنلاحظوا رواد الاغنيه العربيه في الشرق عبد الوهاب ولا ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا فريد الاطرش كانت عندهم ولا غيرهم ولا حتى الممثلين كانت هذه التقاليد ديال المذكرات راسخه كيتعاملوا اولا اما كيكتبوها بشكل منفرد او بالاستعانه بباحثين او صحفيين او اعلاميين الى غير ذلك وبالتالي شكل واحد النوع ديال التراكم ديال مجموعه ديال الاصدارات والكتب في السياق هذا في المغرب كاين اولا الحاجز النفسي وكاين الحاجز كذلك ربما المعرفي ولكن هو حاجز نفسي اكثر منه معرفي لانه رواد الاغنيه المغربيه اغلبهم كانوا ناس مثقفين كيف ما كان الحال راه كاين ملي كنتكلموا على محمد المزقلدي راه شخص اللي كان درس في القرويين طبعا ملي كنتكلموا على احمد البيضاوي راه ذاكره تبارك الله ملي كنتكلموا على عبد الرحيم السقاط كنتكلموا على محمد بن عبد السلام ولا غيرها هذو راه كانوا ناس مثقفين ولكن السؤال كيبقى مطروح هو علاش ما كتبوش مذكرات ديالهم ولكن حتى بالنسبه نعم السي عزيز هذه العمليه المعروفه لانها كتدخل في واحد المساله استراتيجيه حتى بالنسبه للدوله مثلا لان الاشخاص كيبقى الجهد ديالهم محدود والمطرب ولا المغني باش يفكر في هذه القضيه صعيب مثلا انا يعني سررت ملي لقيت على ان هذا الكتاب دعمته النقابه الحره الموسيقيه للمغاربه المفروض لان مثل هذا لي زورغانيزم وزاره الثقافه ايضا انها تعمل على وضع مونوغرافيات كيف كنمشيو مثلا لمصر ملي كنمشيو للبنان كنلقى بان هناك استراتيجيه انا بحكم الدراسه ديالك يعني الموسيقى وبحكم انك يعني كتعزف على العود ما هي خصوصيه الحان المزقلدي؟ لان شتك هنا كتبتي على هذا نعم يعني اولا التميز ديالك لا اولا باش نرجعوا للسؤال اللي ما كملتش جواب عليه هو بعض المحطات المهمه اول ملي كنتكلموا على محمد المزقلدي بحكم انه من 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 مواليد مدينه فاس في بدايه الثلاثينات فاس باعتبارها كانت عاصمه علميه وفنيه كذلك يعني بانوا فيها مجموعه ديال الاسماء اللي طبعوا المسار ديال الاغنيه المغربيه اولا الظرفيه اللي بان فيها محمد المزقلدي خاصه بدايته مع الاجواق اللي كانت جوق الشعاع الفني اللي كانوا فيه مجموعه من الاسماء مثل احمد الشجعي كان محمد فويسح كان من قبل كان الفرقه ديالو الخاصه كذلك كانوا اسماء من قبل عبد الرحيم السقاط مجموعه من الاسماء فبالتالي بدا كيغني في نهايه الاربعينات وفي تلك المرحله تقريبا الاصوات اللي كانت في الاغنيه المغربيه العصريه تقريبا كانت شبه منعدمه لانه كانت الانماط الاخرى هي اللي سائده كانت الانماط التراثيه سواء الملحون سواء الاله سواء لا ولكن بالنسبه للاغنيه العصريه كان بالكاد اصوات من مثل قبيل احمد البيضاوي مثل قبيل هذا وحتى احمد البيضاوي بحكم وضعه الخاص المهني في ذيك الفتره ما كانش كيشجل الاغاني بشكل مباشر فبالتالي كانوا مجموعه ديال الاعمال ديال احمد البيضاوي اعاد تسجيلها محمد المزقلدي بصوته في تلك المرحله ولكن مهم شاءت الظروف انه في النصف الاول من الخمسينات
هاجر الى مصر، وفي تلك المرحله في مصر في بدايه الخمسينات تعيش يعني ثوره التحول الاجتماعي والفني وكذلك مع الثوره المصريه الاولى، فبالتالي تمكن انه في مغامره طريفه كاين تفاصيل ديالها. ممكن تحكي لنا هذه المغامره الطريفه؟ هذو من الطرائف اللي كاينه في الكتاب اللي مهمه اننا الجمهور المغربي يشاطرها معنا. نعم، اولا محمد المزلي كان عضو في الجوق ديال او في اذاعه راديو ماروك، كان مطرب معتمد في تلك المرحله في بدايه الخمسينات، ولكن عايش مجموعه ديال المضايقات هو وصديقه رفيق العمر ديالو عبد الرحيم السقاط، فبالتالي افضت الى تعرضه للاعتقال في واحد الفتره قصيره بسبب النشاط ديالو الوطني وعلاقته وبالتالي هذوك المضايقات حتمت الرساله. نعم الرساله المعروفه. نعم، فتلك المضايقات خلات زميله ورفيقه عبد الرحيم السقاط كيهاجر مبكرا الى مصر، والتحق ذاك عبد الرحيم السقاط الملحي المعروف والموسيقار الكبير التحق بمصر باش التحق بالمعهد ديال التحق اولا بالمعهد الموسيقى العربيه تمايا، وكان كيتابع دراسته كذلك بجامعه فؤاد الاول تمايا، فبالتالي محمد المزقلدي فكر باي طريقه باش يلتحق بصديقه. مشى اولا لفرنسا وقضى بها تقريبا ثلاث اشهر في ضيافه الراحل محمد فويتح، وكذلك وبمساعده من مبارك البكاي اللي كان اللي غيولي فيما بعد وزير اول الحكومه المغربيه في المغرب المستقل، وكذلك مولاي حمد العلي توسطوا ليه باش يمشي من مصر من باريس لمصر، عفوا من باريس للقاهره. التحق بالقاهره سنه تقريبا ما بين اواخر 53 54، يعني في تلك المرحله منين غيلتحق برفيقه عبد الرحيم السقاط غادي يبداو مسار مشترك هناك. المثير في الامر هو انهم اول ملحن ومطرب غادي يعرفوا بالاغنيه المغربيه بمجرد ما كيلتقي رموز الاغنيه المغربيه العربيه عفوا في تلك المرحله، مثال رياض السنباطي، محمد القصبجي، محمد عبد الوهاب الى غير ذلك. ملي كيقدموا لهم بعض القطع لا اولا كيقدموا قطع قصائد بالعربي الفصحى اغلبها للراحل احمد البيضاوي، فكان السؤال من طرف هذوك كيقول لهم فين هي الاغنيه المغربيه، هذه راه كانها بضاعتنا ردت الينا، هذه قصائد ملحنه بطريقه رصينه بطبيعه الحال لانه فيها جهد فيها هذا، ولكن بغينا شي حاجه اللي فيها مغربيه بصمه المغربيه. وفي تلك المرحله يعني على حسب ما يحكي المزقلدي كذلك في المذكره ديالو انه فكر انه كذلك يلحن اغاني مغربيه، للاسف ما كانوش عنده كلمات مكتوبه بالزاجه المغربيه، اضطر انه يراسل راحل احمد طيب العلاج اللي مدوا ببضع كلمات الى غير ذلك. فبدات اولا الكلمات اللي كانت بسيطه وكانت بلهجه بيضاء كما كنقولوا حنا او بلهجه بيضاء باش يفهم المتلقي. كانت الالحان الاولى ديالو اللي سجلها كانت اغنيه مال قول لي مالك، لحنها بنفسه. وكذلك جات مجموعه ديال القطع على نفس المنوال تقريبا، يعني اغلبها اغاني مكتوبه بشكل بدارجه جميله، وكذلك كان تعامله مع الراحل حسن المفتي كذلك كان احد من أحد الأسماء المغربية اللي برزت تما في مجال اللي كان درس السينما وجاور مجموعة ديال المخرجين الكبار مثل يوسف شاهين إلى غير ذلك، وبالتالي كان أحد كذلك أحد المؤسسين للأغنية المغربية العصرية بأسلوبه في الكتابة إلى غير ذلك، مع أنه في البداية كانت مجموعة ديال الأسماء منها أحمد طيب العلاج، منها حسن المفتي، وكذلك بعض الشعراء اللي غادي اللي كيكتبوا تمييز ديال المزقلدي بين هذه الأسماء. أولا كيف ما قلنا مستوى اللحن لأن لاحظنا أولا كيف ما قلنا كانت الجهاد شخصي منه، لأنه من التحق تما درس كذلك الموسيقى وجاور مجموعة من الأسماء اللي استفد منهم. كان المشكل أولا حاول يراعي ما أمكن عدم تعاطي الموسيقيين المشارقة والمصريين على وجه التحديد مع الإيقاعات المغربية، كانت صعوبة، فبالتالي كان كيضطر أنه يلحن قطعه الغنائية بشكل كيساير، ولكن كيبقى ليه شرف المحاولة الأولى لأنه المحاولة الأولى، وبالتالي وكذلك سجل مع الفرقة الماسية
يعني برموزها الكبار اللي كان كيرأسها احمد فؤاد حسن, وهي الفرقه اللي رافقت عبد الحليم حافظ الى من بدايته الى مستوى انك تسجل الفرقه المسيحيه اولا باش يقتنع يعني بالعائله الفنيه الكبرى اللي كانت في مصر والقيمه الفنيه, وكان كذلك احتضان من طرف مجموعه ديال الاعلاميين وديال الفنانين للتجربه ديال محمد البزقلي باعتباره مطرب قادم من مراكش, لانه كذلك كان يقدم في الخمسينات المطرب المراكشي نسبه للمغرب. على ذكر هذه الصعوبه اللي تكلمتي عليها, شرتي في الكتاب ديالك ايضا قرار العوده الى المغرب, يعني الرجوع ربما من القاهره هي اللي كتكلم عليها عند الفنان المزقلدي, وتتكلم على قرار مرغوب او صعب. فين كمنات الصعوبه ديال الرجوع للمغرب من عند الفنان؟ اولا كيف ما قلنا لانه قضى تقريبا سنوات من 54 الى حدود سنه 1960, في تلك المرحله مجموعه ديال المتغيرات طرات في المغرب, ولا خدا الاستقلال ديالو فيما بعد حديث الجوق الوطني, بدات نهضه فنيه بمجموعه ديال الاسماء اللي بدات كتبان ديك الساعه, والرجوع كذلك رفيقه عبد الرحيم السقاط لانه رجع للمغرب وكان واحد من الاسماء اللي رجع قبل منه. لا رجع قبل منه. هو ديما تيتبعو, مشى قبل منه تبعو رجع قبل منه. لا ولكن من بين الاشياء الطريفه اللي كان ذكر ليا هو انه في اواسط الخمسينات ملي كانوا كيسمعوا دوك الملاحظات من طرف رموز الطرب العربي انهم خصهم يلحنوا شي حاجه مغربيه, السقاط كان متعصب لرايه وكيقول لي لا انا تربيت على الاغنيه الشرقيه, لا غنبقى نلحن بالنمط الشرقي. قال لي منين رجعت اواخر الـ 1960 كنلقى الاغاني اللي سائده انذاك اغاني مغربيه صميمه, شكون اللي وراها؟ عبد الرحيم السقاط. ملي كنتكلموا على شي غزالي كنتكلموا على مجموعه ديال القطع اللي بات في معنا. خليك معنا عزيز مجدوب, يعني النقاش جميل حول ذاكره المزقلدي وكذلك حول الذاكره الغنائيه بالمغرب. غادي نستضيفوا ضيفنا الثاني في هذه الحلقه واللي غادي يغني معنا النقاش حول هذه المجموعه الاسماء اللي بصمات تاريخ الاغنيه المغربيه. مشاهدينا الكرام نمر الى الفقره المواليه. جمهورنا الكريم, تصفيقات حاره لانوار حكيم. أستاذ أنوار مرحبا بك معنا في حلقة اليوم من برنامج صدى الإبداع, حلقة مخصصة للرجوع لهذه الذاكرة الغنية, ذاكرة الذاكرة الغنائية بالمغرب. قبل ما تناقش معنا هذه الذاكرة وقبل ما نرجعوا لأعلام الأغنية المغربية, نخليك مع تقديم الإنجاز محمد شويكا. مرحبا بك سي حكيم أنوار. نعرف لأنه سي حكيم وذاكرة متنقلة وأيضا يعني له اتصال كبير بأعلام وذاكرة الأغنية المغربية, إعلامي وكاتب وفنان من موالد مدينة الدار البيضاء, درس الأدب واهتم كثيرا بالطرب وبالغناء, عمل أستاذ بالمعهد الملكي لتكوين أطر الشباب ولج الإذاعة منذ الستينيات, أنجز العديد من البرامج الإذاعية والثقافية والفكرية والفنية المشهورة أذكر لكم منها هي كلها مرتبطة تقريبا بالفن, روائع النغم, رحلة مع المبدعين, رحلة مع النغم, موسيقى الشعوب, أهل الفن في رمضان, أهلا بكم إلى غير ذلك. تعامل في مسيرته الطويلة مع رواد وأسد الطرب والموسيقى منهم عبد النبيل الجراري, محمد بن عبد السلام, عبد القادر الراشدي, عبد الرحيم السقاط, المعطي البيضاوي, إبراهيم العالمي, عبد الزويتن. ساهم في تأسيس أجواق وفرق موسيقية أيضا عديدة, يصل ريبرتواره يعني المنقسم ما بين ديني ووطني وعاطفي إلى حوالي 45 تقريبا قطعة غنائية. صدر له النغم الخالد عن حياة الموسيقار أحمد البيضاوي, وله قيد الطبع مجموعة قصصية تحت عنوان أشتات الماضي وديوانين شعريين تحت عنوان حديث الوجدان ونبضات قلب. هذا بعض من يعني مسيرة الأستاذ أنور المتنوعة والغنية. سي أنور مرحبا بك اليوم. والجيل اليوم الشاب يعني يعني ذاكرته تكون ما نقولوش ممسوحة ولكن تكاد تكون ضعيفة من حيث المعرفة بالأعلام ومؤسسي يعني الطرب والغناء بالمغرب. إلا بغينا نقولوا من هم هؤلاء الأعلام الذين بالفعل يعتبرون مؤسسين للأغنية المغربية, من هم والظروف ديال يعني التي اشتغلوا فيها؟ في البداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الدعوة الكريمة, وأشكر طاقم البرنامج وأشكر الجمهور الحضور الكريم على تلبية الدعوة. أيضا إذا عدنا إلى الوراء وغادي ناخذ فترة الثلاثينيات بالضبط. فترة الثلاثينيات كانت هناك فوضى عارمة في مجال الغناء والموسيقى. كانت يعني أشياء فولكلورية, كانت أهازيج, كانت أنواع من الموسيقى اللي هي تكاد تكون فوضوية الشكل. ففي
الثلاثينيات كنشوفوا بان في المدينه القديمه بالضبط ظهر واحد التخت موسيقي على غرار الفرق الصغيره اللي كانت متواجده في الشرق، وكان فيه السي احمد البيضاوي كعازف عود، إلياهو بوحبوط يهودي الاصل عازف كمانجا، عازف القانون سليم عزرا، وكان معهم مطرب كيتسمى عبد الهادي الصفريوي. هذا التخت الموسيقي بدا تيمارس ما يسمى بالاغنيه المعاصره، حيت ملي كنقول انا ما تنبغيش نقول العصريه كتجيني شويه ميه، الموسيقى او الاغنيه المعاصره اللي بداوها هاد الناس. من بعد واحد المرحله بداو تيعملوا موشحات، ادوار غنائيه قديمه، تقاطيق، قوالب معروفه في الشرق العربي. هنا كيأكد بان المغاربه خصهم غير ذاك التلاقح الفني والثقافي ما بين المغرب والمشرق ويدلوا بالدلو ديالهم في هذا المجال. بعد جات مرحله ما بين 36 38 كنشوفوا بان الاستاذ احمد البيضاوي رحمه الله مشى للقصر الملكي، بحيث جا واحد القانون جي الله يرحمه اسمه المكي فرفرة، وخبر المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه بان كاين هناك شاب في المدينه القديمه غادي يضيع وغادي ما يستافدوش منه المغاربه اجمعين. فلبى الدعوه السي احمد البيضاوي ومشى للقصر الملكي باش التحق بالجوق الملكي اللي كان في عهد محمد الخامس الله يرحمه. هذاك الجوق الملكي كانت فيه عناصر طيبه من العازفين المغاربه، وكان كيرأسوا واحد القانونجي مصري اسمه مرسي بركات. هنا كنعرفوا بان العقد ديال الاخوان الشرقيين ملازمهم الى يومنا هذا. حيث تيقول لك حنا اللي كاينين. صحيح. وحنا اللي موجودين. السي احمد محاديك الضبابيه نهائيا، وكان معاه سيدي عباس خياطي الله يرحمه، حتى هو مطرب وعازف. فجات واحد الفكره ملوا من ديك البرامج الشرقيه. كل خطره كيغنيوا ادوار هذه ديال الحمولي ديال عثمان سلامة حجازي الى اخره، قال شنو نديروا؟ لحنوا واحد القصيده اسميتها يا حياه الروح، بحيث اشتركوا فيها بجوج، الجزء الاول غناه السي احمد والجزء الثاني كملوا سيدي عباس خياطي. عرضوا الفكره على مرسي بركات، قال لهم لا، انا خصكم تعملوا البرنامج اللي كنقرروا انا كرئيس الجوق وكذا. ناض الصداع، ناض الهوات، محمد الخامس هاد الشيء صداع. قلنا نعم سيدي الله يبارك عمر سيدي، حنا كشباب بغينا نبلوروا فكره الانتاج الوطني والغنائي والموسيقي في بلادنا كذلك، وراه عملنا واحد المحاوله وسي مرسي بركات راه منع ورفض. قال لهم نسمعوها، سمع القطعه قال لهم ما خصكش تمنعهم، هذا العمل مزيان وجليل وطيب، خليهم يستمروا. كانت هذه البدايه. هنا البدايه بدات الطاقه الفنيه ديال السي احمد كتفجر. بدا بالقصائد المطوله، يعني بدا مثلا كانت ديك الفتره في سنه 1944 كان لحن يا صاحب الصولة والصولجان، وأول مستمع سمع هذه الأنشودة الوطنية غير بالآلة العود هو محمد الخامس الله يرحمه. علاش؟ لأن السي أحمد بغى يقدمها بمناسبة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال اللي قدموها الزعماء والقادة السياسيين في بلادنا في ديك الفترة. ثم بدأت من بعد ذلك كدوز مع الجوق الملكي. علاش؟ لأن كان التسجيل باقي ما كاينش. كان الجوق الملكي كيستبشروا المغاربه خيرا ملي كتكون مناسبه وطنيه بحال عيد العرش، لانهم غادي يسمعوا الحان جديده غادي يعزفها الجوق الملكي مباشره. وبدات الفكره كتبلور. من بعد جات مجموعه من الفنانين اللي التحقوا. غير واحد النقطه دونك، يمكن اعتبار ان احمد البيضاوي هو المؤسس الحقيقي للذاكره الغنائيه بطبيعه الحال، رائد الموسيقى المعاصره، الرائد الاول في مجال الموسيقى المعاصره، لان سيدي عباس الخياطي مشى لاتجاه اندلسي. اندلسي على غرار الوالد ديالو سيدي عبد السلام الخياطي وخوه شقيقه الغالي الخياطي. ما قدرش يستمر في ديك المساله اللي مشى فيها السي احمد. سي انور، ما بين هذه الفتره ديال الثلاثينات اللي اسس فيها السي احمد البيضاوي للاغنيه المغربيه كاغنيه مغربيه محضه، يعني خارجه على هذاك الهيمنه اللي كانت ديال الشرق، وهذه الفتره ديال الاربعينات حتى نهايه الاربعينات، شكون هما الاسماء اللي التحقوا باحمد البيضاوي واسسوا لهذا الجيل ديال الروال؟ فعلا للامانه وللتاريخ ما نساوش
أساطين ترابط الحيل سي عبد النبيل الجراري اللي كان من الأول المؤسسين ديال الأجواق العصرية في مدينة الرباط طبعاً. وديك الفترة التحق به سي عبد القادر رشدي الله يرحمه عازف كمانجا وإسماعيل أحمد كان كيعمل الإيقاع الطر من بعد سي عبد القادر انفصل على سي عبد النبي واستطيع أسس توا فرقة ديالو كان فرق جوق التقدم وجوق الاتحاد الرباطي هادو بجوج جا محمد بن عبد السلام كذلك أسس جوق في مدينة سلا مع العلم أنه كان جا للدار البيضاء هنا وكان درس آلة الأكورديون على واحد الفنان للأسف كان تأسفوا على ضياعه فنان مخضرم وكبير هو السي أحمد بودروا الله يرحمه هذا السي أحمد بودروا كان أول عمل عمله في المغرب تأسيس واحد الشركة كبيرة ديال الأسطوانات وكتعرف ذاك الوقت ذاك الأسطوانات ديال 78 لفة ثقال اللي راه عندهم واحد الحكاية طريفة إلا مشيتي مثلا لأي عطار كتلقى معلق هذوك الأسطوانات مهرسين كتسولو كيقول لك أودي راه كيجيو عندي الناس اللي عندهم الشقيقة في الراس كيتبخروا بهذ الأسطوانات كتلقى واحد كيتبخر بأسطوانة ديال عبد الوهاب ولا خو ديال أم كلثوم ولا خو ديال السنان واش اللي كيداوي كثر اللي كيحيد الشقيقة عبد الوهاب ولا هذا هو المشكل هنا فين كيوقع تتوقع الإشكالية على كل بداو تيساهموا هاد الناس في إبراز كانت المدينة القديمة كذلك تحبولو بالأندية الموسيقية وكان هناك البشير العالج يكتب وكان المعطي البيضاوي يلحن وكان 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 المدينة المدينة القديمة في الدار البيضاء كانت يعني بؤرة كبيرة للفنانين على مستوى الموسيقي الناس كتجي على هذه المسألة واليوم احنا تنشوفوا ملي تنرجعوا احنا ولاد مدينة الدار البيضاء ملي تنمشيو للمدينة القديمة كندخلوا جامع شلوح كان كنت باغي نتكلم على تفضل اسمع لا واحد الشخص غير الكلام ديالك ونعطيه لان مريم المقبله بغات تاخذ الكلمه على اساس ان بيلفيدير فيها اشهر واحد الان كيحتفظ بالاغاني ديال يعني المغاربه ويعني الغناء المغربي معروف كيبان نعم كيسجل تفضل مريم انا بغيت نبقى معنا السي عزيز في النقاش حنا كنتكلموا الان على مجموعه من الاسماء الوازنه ولاسات الاغنيه المغربيه السؤال اللي ربما يتطرح عند الشباب اليوم هو شنو اللي يخلي هاد الاسماء عندها هاد العمق هذا وهاد الثقل هذا على المستوى الفني واش هي مسألة ألحان مسألة كلمات أصوات أيضا شو اللي خلاها بقى حاضرة الآن عندنا بشكل كبير ومادة جد هامة على مستوى البحث أولا الصعوبة أو في كتكمل هو أنه من يكون جيل مؤسس يعني جيل الخلق من عدم من كتنتقل أو كتخلق القطعة مع الأنماط السائدة وكتبتكر نمط جديد هنا في كتكمل الصعوبة لأنه الأجيال اللي كتكون جاية من بعد كتنسج على المنوال أو كتلقى كاين واحد تراكم كتبدأ كتنطلق منه أما هاد الصعوبة في هاد الجيل هذا أولا لأنه كيف ما قلنا بدأوا من الزيرو كما كنقولوا يعني ما كان والو وقدروا انهم يخلقوا ما كان والو في المغرب اسمح لي خويا لا ماشي ما كان والو بالمعنى ديال المعنى السلبي يعني ما كانش موسيقى مغربيه ولا كانت موسيقى عصريه ولكن كان هناك لا كان حتى الموسيقى الشرقيه حاضره انا جاي لهذه المساله ما كانش العدم ماشي معنى انه ملي كتبتكر نمط خاص بك هنا كاين صعوبه وثاني حاجه هو ملي كتفرض اسمك يعني ملي كتشوف الساحه المشهد الفني على الا تكلمها غير على العالم العربي عرفتي شكون اللي كان ديك الساعه ملي كنتكلموا على التجارب ديال الشرق محمد عبد الوهاب ولا القصبجي ولا رياض سماطك هذا باش تصنع اسمك بالموازات مع هذه الاسماء خاص تكون عندك نيت تكون يعني بالتكوين والمهاره والموهبه والثقافه الى غير ذلك يعني بانوا في جيل صعب وفي زمن صعب لانه كانت كتحكم فيه مجموعه ديال 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 الاحداث اللي كنتكلموا على المغرب ديك الساعه بالكاد ما كانش ما عندكش السلطه على نفسك يعني فتره الاستعمار يعني في فتره الاستعمار صعوبات كيفاش تتفرض نمط الغناء الخاص بك وتفرض هويه مغربيه خاصه لان الهويه المغربيه على المساله هذه وهذه راه نقطه اشار لها بطريقه ذكيه السي انور السي محمد مريم غادي نعطيو الكلمه لمريم هو ان الاغنيه المغربيه لعبت دورها كحركه وطنيه ضد المستعمر وهذا ما ننساوش راه فتره الثلاثينات كان نشاط وطني انا ماشي غير من نشاط فني ولا كان كذلك كان نشاط وطني ماشي غير في لانه ملي كتخسر قصائد وطنيه ملي كتخسر واخا ماشي بغض النظر على المضمون في بعض الاحيان غير تفرض نغمه مغربيه دخلها الاذاعه ديك الساعه ديال راديو ماروك اللي كان متحكمين فيه الفرنسيين وفي ديك المرحله راه كان في حد ذاته جزء من النضال وبالتالي تبين انه حتى مجموعه ديال الاسماء الاغنيه اللي اسات لهذه المساله صاحب الثروه والصولجان وكانت واحد القضية لأن ما تنساش بأن الاستعمار كان يراقب كل صغيرة وكبيرة طبعا بحيث لو خدينا مثلا
بغض النظر على صاحبة الصولاج اللي تقدمت في واحد الذكرى وفي واحد التاريخ، كنشوفوا مثلا قصيدة هذا حبيبي واحد العدد ديال المطربين اللي كانوا مولوعين وكيغنيوها وكيحفظوها غير كيخرج من الإذاعة كيديوه للحبس كيشدوه. علاش؟ لان كيكونوا كيسمعوا شو الذكاء حتى في الكلمه تاع الشاعر عبد الفتاح القباش كيقول لك هذا حبيبي حسن والوان ترعى بها والغيد والغزلان. الفرنسي ما كيدي ما يجيب كيسمع غير الغزلان والبهاء وداك الشيء غير تيوصل لاخر تيقول ملك على عرش البلاد قد استوى وقد بما يرجى به الرحمن وكيجلسوا. دونك انا عندي واحد الفكره من اهم يعني الحاجات اللي خلات بالفعل قيام اغنيه وطنيه مغربيه فئة مغربية هي أولا صدمة الاستعمار ثم حضور الشرق بطريقة لا واعية بطريقة لا واعية في المسألة ديال يعني كتقاوم على جبهتين يعني كتحس بأن كتحس بواحد النوع ديال لانيناسيون واحد الاستيلاب مهددة به ديك الساعة الثقافة والهوية المغربية ما بين سواء من الشرق وسواء من 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 من, من المستعمر. لأنك أنت اهتميتي أكثر بالجيل السبعينيات. أنا بالنسبة لي أنا من أنا كنلقى راسي أنا بزاف أغاني جيل السبعينيات. علاش؟ أنا بالنسبة لي أنهم اجتهدوا ضد الشرق وضد الغرب، جابوا اولا الأصالة على مستوى الكلمات الزجال المغربي وخرجوه من المسكوك وجابوا فيه ديك الشاعريه الى غير ذلك. ثم اجتهاد على مستوى اللحن وتوظيف الايقاعات المغربيه اللي هي سائده. هذا قناوي هذا يعني خاصه في الجيل الثاني كيف ما قلنا الجيل الاول كان محكوم بمجموعه ديال الاكراهات كيف ما قلنا لاحظنا الصراع الخفي اللي كان في داخل النواه الاولى ديال الاجواق او في الجوق الاول اللي كان في احضان القصر الملكي. يعني كان ذاك التجاذب وذاك التقاطم ما بين التيار المشرقي والتيار هذا. الجيل الاول بدا اغاني وقصائد ولو انها لحنت على 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 النمط الشرقي ولكن فيما بعد تدريجيا مهدت للجيل الثاني انه شكون هو الجيل الثاني؟ اذا كان ممكن هذا سؤال بغينا نطرحه على انور حكيم. الجيل الثاني فتره الثلاثينات فتنا فتره الاربعينات ودخلنا فتره ما بعد الاستعمار، اشنو اللي تيميز الاغنيه المغربيه بعد الاستعمار؟ من بعد الاستعمار يعني كما تيقولوا نفضوا الغبار عليهم واحد العدد من الفنانين اللي التحقوا كجيل ثاني، فهمتي؟ ما ننساوش مثلا ابراهيم العالمي، سيدي محمد فتاح، محمد بن عبد السلام كملحن لان كان ظاهره في تنويع الالحان والاغاني ديالو، سي عبد القادر الراشدي هذاك من الجيل الاول، وما ننساوش الرائد الملهم صاحب المدرسة الخاصة سواء في التعليم الموسيقي أو في اللحن أو في التوزيع الموسيقي الموسيقار العظيم سي عبد الوهاب بقومي رحمه الله على ما أبداه وما أعطى. عبد الوهاب بقومي عقر الدار القاهرة في مصر، لحن أوبرا العباسة أخت الرشيد وبدع عليها الألحان والموسيقى التصويرية ديالها، ولأول مرة كتشوف الفنانين المصريين كيغنيوا الأندلسي بالطريقة الحديثة والممثلين عباس فارس وأمينة رزق ويوسف وهبي وهلما جرى من الكوكبة ديال الفرسان ديال التمثيل اللي احنا معترفين به بطبيعة الحال. قضية أخرى سي عز المجلوب كان غادي يشير لها وأنا فهمت المقصود. سي عبد القادر الراشدي كان الوحيد اللي ملم بالايقاعات المغربيه في جل المناطق، فين ما كانت شي منطقه الا وكتلقى سي عبد القادر الراشدي كينبش على ايقاع من الايقاعات وكتسمعو كيوظفها في لحن من الالحان. هنا كتحضرني واحد الذاكره فنيه اللي خص المغاربه يعتزوا بها ويفتخروا بها. الباحث في الموسيقى العالميه والعربيه الدكتور هنري فارمر كان اكد بما لا يدع للشك، وكنت اسف ما جبتش معايا ديك الوثيقه، بحيث رسم صوره انطباعيه ديال واحد الشجره متدليه الاغصان وسماها شجره الموسيقى المغربيه. جميل. الوثيقه الوحيده في العالم اللي كيشهد بها هنري فارمر بان المغرب عنده شجره الموسيقى، فهمتيني؟ ثم تعاقبات اجيال اخرى وجاو فنانين اخرين وجاو اسماء. الا كان ممكن الا كان ممكن هذا اخر سؤال مريم غير باش وما ننساوش الاسماء. عندي واحد السؤال فقط يعني ملي كنتكلموا على هذه الاسماء كاملين، سي انوار من يهتم اليوم بحفظ هذه الذاكره الغنائيه اللي كنتكلموا عليها اليوم؟ من يحفظ؟ من يهتم بحفظ هذه الذاكره هذه؟ لان في الكلام ديالكم يعني جاو شي اسماء اللي ربما مجموعه ديال الناس ما كيعرفوهاش. قبيله سي عزيز فاش كان كيتكلم شارل ان بعض المرات كيجيب لنا الله بان بحال كنبداو من والو وكنساو كاع هاد الاعمال اللي كانت قبل. فاليوم شكون اللي نقدروا نقولوا بانه راه كيسهر على حفظ هذه الذاكره الغنائيه المهمه جدا؟ لا اعتقد، لان المشكل هو الهويه ديالنا، الذاكره تفقدت نهائيا بصريح العبارة. وثانيا هذا المجهود اللي قمنا به لا أنا ولا سي عزيز في هذا التوثيق
راه كانت مجازفه ومغامره صعبه جدا، فهمتيني؟ صعبه على اي مستوى؟ علينا احنا وما لقيناش الابواب مشرعه باش ماشي كنهضروا على نفسنا، احنا ماشي انانيين، احنا يا ريت مثلا كتاب على احمد البيضاوي، بغيت نشوف 10 الكتب على احمد البيضاوي، بغيت نشوف 20 على المزقلدي، على السي عبد القادر الراشدي، على وراه واحد العدد المؤلفين حاطين في الركن ديالهم هذه المؤلفات وما عندهمش الاستطاعه ولا الدعم المادي باش يطبعوها. هذا كيرجع هذا الاساتذه، هذا كيرجع للاستاذ محمد. هناك وعي، واش اليوم السؤال اللي كيبقى مطروح احنا ما نقدروش نجاوبوا على جميع الاسئله، ولكن الجميل في هذه الحلقه هو اننا ذكرتونا الاخوان بمجموعه من الاسماء اللي هي خالده، نسينا بعض الاسماء وقبل ما نفوتوا هذه الفرصه هذه مازال غادي نستضيفوا ضيفنا الثالث اللي هو فنان وكيعرف الموسيقى المغربيه، غادي نرجعوا لهاد الاسماء لان هناك مجموعه من الاسماء ما ذكرناهاش. فعلا على النصف الثاني ديال 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 الخمسينات هنا في الدار البيضاء ما نساوش شخص مثل احمد البورزقي واحمد جبران. احمد جبران اللي كنتكلموا على المعطي العالمي، على مجموعه ديال الاسماء اللي اسماء وزينه. هادو الناس لولا الاسطوانات حتى هي اللي وثقتهم ما كانش غادي يعطيو الناس على هادشي، ما غاديش يبقاو في التاريخ. وراه كاين واحد الجيل كبير اللي عنده هاد التوثيقات، لا الاسطوانات ولا الاشرطه. وهذا كيبقى عمل كيرجع الوعي، وعي كيف تكلم سي محمد على وعي المسؤولين الجهات المسؤوله. احنا كنتكلموا ماشي غير على وزاره الثقافه، ولكن هناك حتى القطاع الخاص خاصو يستثمر في هذه الذاكره الغنائيه بالمغرب، لانه مهم حتى الاعلام ما كيديرش العمل ديالو اللي كان خزان. شكرا عزيز مجدوب لحضورك معنا واغناء النقاش حول المزقلدي وحول الذاكره الغنائيه بالمغرب. خليك معنا سي انور حكيم، مازال الحوار جاري حول هذه الذاكره الغنيه. مشاهدينا الكرام نمر الى الفقره الفنيه. شبابنا الجميل، تصفيقات حارة لمحمد زياد. موسيقي، ملحن، مطرب، كاتب أغاني وموزع موسيقي من مواليد البيضاء بالحي المحمدي. تكوينه في الموسيقى كان بالمعهد الموسيقي ديال الدار البيضاء، وفيه درس كذلك آلتي العود والكمان. لحن للعديد من الأصوات المغربية، أذكر منها نعيمة سميح، عبد الهادي بالخياط، حياة الإدريسي، هدى السعد، كريمة الصقلي، والقائمة طويلة. أنجز موسيقى مسلسلات وأفلام، أذكر منها جنان الكرمة والمستضعفون. أطر فنيا مجموعة من الشباب في أشهر برنامج اكتشاف المواهب بالمغرب لمدة 9 سنوات. في رصيده ما يزيد عن 40 أغنية خاصة به. سي محمد زياد مرحبا بك معنا. تقديم جميل، شكرا لك تحتوا لي الفرصة باش نتواجد معكم في هذا المحراب الثقافي الفني الجميل اللي كيتم فيه النخبة الفنية والثقافية في المغرب. مرحبا بك، تبعتي معنا النقاش على الذاكرة الغنائية المغربية. كان جميل جدا النقاش. شكرا شكرا، شهادة نعتز بها. السؤال اللي عندي لك هو واش كتظن أن اليوم استفدنا من هذا التراكم الفني اللي كنا كنتحدثوا عليه؟ ما كنظنش، بكل صراحه ما كنظنش، لان التوجه الموسيقي الان في المغرب ما عندوش علاقه نهائيا بالموروث الغنائي المغربي اللي كان في الخمسينات والستينات والاربعينات والثلاثينات. الان كنقدر نحكم على ان كاينه قطيعه ما بين الجيل الحالي وما بين الجيل اللي فات في الموسيقى المغربيه. القطيعه هي اللي ولدت لنا واحد النوع غنائي مهجن، نوع ما فيش نهائيا ريحه الهويه المغربيه مع الاسف الشديد. فما غاديش نلوح اللومه على الرواد، نقول ما داروش خدمتهم ما اطروش، لان التاثير كيطلب ماشي ما تيتعطاش، خصو يطلبوه الشباب. للاسف ما تيطلبوش اي الشباب، لان تيحسوا براسهم على انهم قطعوا الواد وما محتاجين حتى شي واحد انه ياثروا بكيوجههم. وهذا مشكل كبير في حد ذاته، هو اللي خلق لنا هذا النوع من الموسيقى الان اللي كتخلق واحد الاستياء كبير عند واحد العدد كبير من الناس اللي هما عندهم ذوق رفيع ومزيان. محمد المعروف، لان مثل هذا الكلام اللي قلتي كاين وجهه نظر اخرى مخالفه ليه، انا غادي غير نقلها. ما انا لا معك ولا مع الطرف الاخر، واخا نعرف التوجه ديالك. نعم تعرف انا التوجه ديالي معك بطريقه العباره. انا ايضا مع اغنيه مغربيه تحافظ على مقومات الثقافه المغربيه، ولكن كاين واحد الجيل جديد الان تيقول لك اودي بالفعل الاغنيه العالميه اليوم هي غنيه، والمغرب بلد مفتوح ومن حقه أنه يتفاعل مع الثقافات ومع الموسيقى الأخرى وأنه ينقلها، ولكن شريطة أنه يبيئها، يعني يعطيها واحد كيف المغربية. أنت تعرف المجال أحسن مني، واش بالفعل أن هذا الشباب اليوم ما استطاعش أنه يبيئ ويكيف هذه الأنماط الغنائية والموسيقية واللحنية الجديدة ويكيفها مع هذه الإيقاعات المغربية؟ ما يمكنلوش يوصل لهذا المستوى، لأن فقيد الشيء لا يعطيه. أولا ملي كتبغي تطور واحد المجال معين خصك تكون عندك دراية بالأدوات ديالو وبالمرود ديالو وبالتاريخ ديالو، تكون عارف عليه كل شيء. إذا هاد الناس ما تنحطش من القيمة ديالهم كفنانين موسيقيين، لا هما يحسنوا
يحسب لهم انهم الان بمساعده مواقع التواصل الاجتماعي اكتسحوا العالم العربي وربما اكتسحوا العالم باسره من خلال المشاهدات، عدد المشاهدات اللي هي موضوع النقاش خاص في حد ذاته. ولكن النقاش والنقاش ممكن تقول انا شخصيا ما عنديش الادله، وانا ما عنديش ادله 100,000 لايك 200,000 لايك كذا كذا كبوستي، ما كيتسمى بوستي معروف، ما عنديش ادله دامغه على هذا الموضوع، ولكن تنعرف لان كاين هضره كتدور على انما اللي تنقول ان انا دائما تنتكلم الهاجس اللي كيقلقني بزاف في الاغنيه هو الكلمه. الكلمه اولا، ثانيا الخيال والذوق ديال الملحن، لان الملحن الا بغى يبدا في اغنيه مغربيه خصو يكون تيعرف كما قال السي انور حكيم من قبل قليل على السي الراشدي الله يرحمه، كان مولين بالايقاعات المغربيه ديال جميع المناطق في المغرب. داكشي علاش عطانا اغنيه مغربيه حقيقيه بالهويه المغربيه. اليوم عندنا ملحنين من هذا الطراز، لان الا لاحظتوا معايا اللي تبعتي معنا السي محمد زيت، وانت هذه الامور ما كتجالهاش، وباش نطرحوا السؤال حتى على السي انور، هو ان بدينا في الثلاثينات اننا كنا يعني كانت هناك رغبه من اسماء بحال السي احمد البيضاوي انهم يحاربوا السيطره ديال الشرق على الاغنيه المغربيه. حنا في 2018 اليوم الاغنيه المغربيه او هاد الرصيد الغنائي المغربي اللي عنده هذه الاصوليه ديالو ما بقاتش، وحنا بحال الحلقه دارت يعني ورجعنا لنفس الفتره اللي كنا كنعيشوا فيها اليوم، غير الجديد هما ان اسماء كثيره وكاين هذه مواقع الاتصال الاجتماعي اللي فتحت المجال اكثر لان للوصول الى العالمية. واش اليوم عندنا ملحنين اللي قدروا يفرضوا يعني الاراء ديالهم على هاد الشباب ويخليهم يغنيوا اغاني اخرى اللي مبنيه على كلمات يعني عندها ثقل وعندها وزن؟ ما تنظنش، لان كاين انفلات الاعلام الان، المنصات ديال اليوتيوب والمنصات ديال الفيسبوك وديال التويتر وديال اللي كتروج للموسيقى ما كاين حتى واحد ما تكون تيكونتروليها تيسيطر عليها الان. الان اي واحد يمكن له في الصباح ينوض يقول جوج كلمات سواء مزيانين خايبين، يمكن له ينتشر، يمكن له يدير الملايين ديال لي في ويولي ستار، ولي التلفزيون تيقلب عليه. الان ولينا كنشوفوا لان التلفزيون تيقلب على الناس اللي عندهم العدد الكبير ديال المشاهدات. حنا كنتذكروا شنو اللي وقع، اسمح لي باش نقحموا معنا، غادي نعطيك كلمه مريم دابا، اللي وقع يعني فنان كبير عنده اسم وازن ماشي غير في المغرب ولا في العالم العربي، عالميا، اللي هو عبد الوهاب الدكالي. في 2015 دار اخر البوم ديالو في استاديو الاغنيات، 4 جداد وجوج اللي عاود عطاهم يعني حياهم، وهذاك الالبوم وكانه لم يعني وكانه لم يكن يعني السيد عنده ثقل كلمه جميلة، ألحان جميلة، يعني ما يمكنش أن يعني مسألة صعيبة. وحنا هنا غير باش نكونوا واضحين، راه ما كنتحاملوش على الشباب المغربي اليوم، ما كنتحاملوش على الأغنية المغربية اليوم، كنحترموا الناس اللي كتشتغل يعني حنا، ولكن هذا ما كيمنعش أن يكون عندنا ذوق، وما كيمنعش أن يعني في هذا البرنامج ديال صدى الإبداع حنا كنتكلموا على الإبداع، وباش نتكلموا على الإبداع ونكونوا صادقين مع أنفسنا، راه إلا ما كانش السي زياد كلمة جميلة كيف قلتي، كلمة موزونة، وكان يعني واحد اللحن، ما يمكنش نتكلموا على ماشي دائما في الكلمه. انا السؤال اللي كان عندي وهو الكتاب كلمات يعني اللي كانوا في الجيل اللي قبل انت منهم سي محمد زيت، يعني مازال كتكتب الكلمات ومازال تقدر تعطينا اغاني اللي هي عندها يعني اشتغلتي مع مجموعه ديال الاسماء، بالتالي هذه القطيعه اللي تكلمتي عليها في الاول ديال الجيلين، واش ماشي حتى انتم مسؤولين عليها؟ يعني حتى هما اللي كيبقاو كيسمعوكم كتهضروا بحال هكذا ربما على الجيل ديال هذا الجيل هذا كتخلق واحد المسافه ما بيناتكم ربما. ابدا انا في اطار المهمه اللي كنت كنقوم بها مؤطر فني كان عندي التصاق خارج البرنامج هذيك. لا انا كندوي على العلاقات ديالي مع الشباب بقى الان كاينه الحمد لله قائمه وفيها الاحترام، فيها تبادل الاحترام، الاحترام متبادل، ولكن التوجه الان ديال الشباب انا كنناقش مع بعض الشباب المغنيين المعروفين الان، كان يا ودي علاش اختاريتي هذا النوع الاغاني ديرها، وعلاش اختاريتي هذه الكلمه تقول لك، يقول لك هذا الشيء اللي بغات السوق وهذا الشيء باش يمكن لي ندير البوز. هذه مساله خطيره، عندنا مداخله، هذه مسألة خطيرة جدا. الناس دابا الهاجس الآن هو، اسمح لي أستاذي أنور، الهاجس الآن اللي عند الشباب ماشي هو إرساء أغنية مغربية، حرق المراحل، حرق المراحل، اختراق المجال بسرعة كبيرة ضوئية، خلق النجومية اللازمة اللي باش يقتاح من المهرجانات وباش يشتغل. إذا الهاجس الأول هو الشغل والارتزاق، بقى عنده علاقة بالشهرة، هذا هو المهم. عندك مداخلة سي أنور تفضل. دابا ماذا حصل للأغنية المغربية المعاصرة؟ بغض النظر على المراحل اللي قطعوها الرواد والأشواط البعيدة ديالهم وداك الشيء، حيت هما كانوا كيأكدوا مما لا يدع مجال للشك، خصهم يعطيوا للشرق أشنو كاين في المغرب. تماما. وفعلا أكدوا هذا الحضور وجاو الشرقيين لهنا، وقع التلاقح الفني من بعد الاستعمار، من بعد داك الشيء وقع التلاقح فني وثقافي، كيجي المصري تيقول لك ما يمكنش
هذا الكنز كله عندكم، هذا العظماء عندكم، هاد الفرق الموسيقية كتقول لي عندنا وداكش، كيقول لك أنا قالوها لي في القاهرة في 2003 لما مشيت، واحد قالها لي حلمي البكر وقالها لي واحد الإعلامي اسمه طاهر أبو زيد، ذاك الوقت عنده 84 سنة كيجي، قال لي احنا كنتأسفوا على أنه ما كتوصلناش هذيك الأشياء الجميلة والرائعة، كيصيفطوا لنا غير موسيقى ديال الأحواش والطرب الشعبي العيطة والآلة الأندلسية والملحون. قال لك عمرنا ما كنا كنعتقد بأن كاين في المغرب موسيقى معاصرة أو عازف كيحمل الكمانجة على الكتف، كنشوفوا غير آلة طلالطو على الركبة، لا في العيطة ولا في الأندلس ولا الملحون. قضية الأغنية المغربية ماذا أصابها؟ أصابها التلف والضياع. علاش؟ لأن لما كنا كنبغيو نسجلوا كنمشيو للاستوديو ديال الإذاعة، كنلقاو الفرقة الوطنية ديال الإذاعة عازفين حيطين بالمغني من كل جانب، كيبقى هو وسط العازفين، لما كيبدا كيغني كتحس بشي كمانجي وراه كيزغنن يتابعوا في ديك النغيمه كيحاول ينصح. دابا كيقول لك سيدي الاغنيه راه غدا غادي يجي فلان غادي يسجلوا ربعه الموسيقي لهاد الجي، الدراب كي غادي يدخل لهيه، الترار غادي تدخل ديروا لهيه، الكونترباس غادي طقوس اخرى ربما ماشي هذه هي اللي كتما. تفضل سمع احمد. لا انا اللي بغيت فواحد التعقيب على السي محمد ولا على السي انوار، وانه ملاحظ على ان الاغنيه الشرقيه وصلت بفضل اولا استراتيجيه ديال الدوله اللي هي مسكونه بالهويه الوطنيه في اطار استراتيجي فيها الاداب فيها الشعر فيها الشعر فيها السينما الى غير ذلك، ثم كانوا منتجين حقيقيين منتجين وطنيين مدعومين. اما اليوم المنتج اللي هو منتج يعني ديال الاغنيه المغربيه كتلقاه بالفعل انه عنده استوديو صغير في كارسونيير صغيره غادي كذا الى غير ذلك، ثم هو ايضا من اللي كيخرج الاغنيه كيعاني من البيراطاج اكيد، وكيعاني على انه ما كاينش السوق ما مفتوحاش امامه، وهذا هو اللي خلى ان مثلا الاغنيه تحميش القانون. هذاك اليوم الفنانين سمحتي كان عندهم قانون في الشرق وكانوا كيأديوا ضرائب، كيجي العازف من مصر يخدم في الدار البيضاء وتابعوا صاحب الضرائب حتى لهنا باش يشوف واش دار واش خلص الواجب ولا ما ادى الواجب ولا ما اداش، الى رجع تيحيدوا له حتى الاله اللي مكتوبه في الباسبور. واش اليوم احنا واش عندنا دي بروديكتور فريمون ديال الموسيقى وعندهم هذا التوجه؟ واش كاين الفعل اللي يقتنع اليوم بانه الا جات كلمه مغربيه وجبنا جوق وجبنا يعني مغني عنده صوت مغربي واش كيراهن وكاين؟ ما يقدرش. ما يمكنش سيدي شويكه، لان حتى شي واحد الان ما تيغامر يستثمر في واحد المجال غير مقنن، والقانون والمساطر القانونيه باقا ما كايناش، حتى التصنيف ما كاينش. العمل الدور ديال كنظن ان النقابات الفنيه في المغرب كتحمل واحد المسؤوليه كبيره في هذا الجانب، حتى هي لان اولا توحيد الصف هو اللي كيمكن له يمهد لك الطريق باش تكون كلمتك مسموعه، باش يمكن لك تحاور الاجهزه الحكوميه اللي عندها علاقه بالقطاع اللي يمكن باش يمكن لك تخدم القطاع وتقنو ودير التصنيف ودير المسائل، باش وحتى المنتجين يمكن لهم يرتاحوا ويخدموا في واحد الجو اللي فيه شفافيه وفيه الحقوق. تنظن في هذا الجو السائد ديال الفوضى ما يمكن حتى شي واحد منك انت وجبد، غادي يمكن لك تستثمر في قطعه ارضيه وتبني عماره الربح مضمون، وما يمكن لكش تستثمر في الغناء. انت سي محمد، انت سي محمد زيت العنيب في اطار هذا يعني عندك واحد الاراء واقفه يعني صامده عارفه شنو كاين وعارفه شنو داير في السوق، وكيفاش كتشتغل ومع من كتشتغل اليوم ولمن كتشتغل اليوم؟ انا كنظن ان الاشتغال ديالي كان في واحد المده زمنيه معينه، الان ما كنعتبرش راسي كنشتغل، لان اولا في ظل الفوضى اللي كاينه كنعتبر راسي دائما فنان هاوي ماشي محترف، لان كنشتغل حسب الطلب حسب الرغبه ديال الناس اللي تيعرفوني وتيقدروا الفن ديالي تيعيطوا لي باش ناتت الحفلات ديالهم سواء العائليه او الخاصه او كذا، هذا هو الاشتغال ديالي هكا في هذا الاطار. ثانيا كدير اغاني خاصه؟ كندير اغاني خاصه لان ملي كيكون عندي الامكانيات باش نديرها، لان الاغنيه اغنيه صناعه واغنيه خاصها بيجي، اغنيه ما يمكنلكش دير اغنيه. محزن هذا الشيء، باش ننصف الشباب باش يكون عندي فرصه انني نصفهم. تفضل. حتى الاغاني الان اللي كيديروا الان ومشهوره وزوينه وحققت عدد المشاهدات كثيره هي اوتو برودكسيون انتاج ذاتي، ما كاينش منتجين. مثلا سعد المجرد ما عندوش منتج، كيشتغل بامكانياته الذاتيه. نقدر نقول لك انا يعني من الناس حتى المتتبعين والنقاد ديال هذا المجال تيقول لك علاش غيحتاج منتج هو كيدير الاغنيه ديالو كدير اكثر من 120 مليون فيو؟ يعني ما محتاجوش، اللي كنشوفوا اسماء اخرى كدير 500,000 في نهار، يعني انا ما محتاج. والسوق ولا في يوتيوب ما بقاش السوق هو انه هذا هو ربما ان هذا الشباب مشى في واحد الاتجاه اخر، ظهر مع هذا
يعني البرامج ديال الفضائيات اللي جايه من برا وهذا ثم ظهر في اطار، لان ما نساوش لانه ايضا شركات الانتاج الشرقيه عندها رهان انك ضروري تمر بواحد النوع من الغناء وواحد سميتو باش تدوز الان الاغنيه المغربيه في الشرق. من ينتجها؟ من يدعمها؟ مع عدد القطاع التي كذا دوك هما ملي كينتجك واحد المنتج شرقي بلا ما نحدد الدوله ولا شي حاجه كيقول لك ها منين تدوز، ولا بغيتي النجوميه كيفاش تدوز، وهو كيدوزك واحد المجموعه ديال المهرجانات من صناعه واحد النجم على واحد مقياس معين. احنا مثلا في المغرب لو كانت عندنا هذه العمليه، لو كان يعني كاع في المغرب العربي بصفه عامه ما كاينش ازمه هذه الاستراتيجيه، ما كاينش انت ما كاينش اله انتاجيه، ما كاينش اله ديال صناعه النجوم، لان ستار سيستم توا راه تخصص تخصص ما عندناش. ونقول لك النجوم كتصنع راسها بذاتها اليوم. تفضلي مريم. دابا كنتفكر بان مؤخرا هناك مجموعه يعني ديال المغنيين والمغنيات اللي ولاو كيبغيو يديروا دي ديو مع الفنانين المغربيين، كيبغيو يغنيو بالدارجه ديالنا، كيبغيو يشتغلوا على الايقاعات ديالنا، على اللحن ديالنا ايضا. هذه المساله دي واش ما كتجيش ايجابيه؟ لا ماشي مجاملات سيدي انوار، بالعكس ماشي مجاملات. بعد غادي نقليو هما فريو بعد غنقليو اللي قالوا سي انوار. هذه مساله واقعيه، هذا اللي كاين دابا. الموضه الان هي اللهجه المغربيه في العالم العربي، الموضه الان. ولكن واش هذا الشيء ما كيخدمش الاغنيه المغربيه؟ لا كيخدمها، انا قلت قبيله لان الانتشار هو النقطه الايجابيه في العمليه الان كلها، هو الانتشار. وان خرجوا لنا اللهجه المغربيه باش يتشهاو يغنيوا المشارقة، هذا مزيان. ولكن اش من لهجه كيغنيو المغاربه؟ المشارقه اش من لهجه كيغنيو؟ اللهجه اللي كيغنيوها هما حنا ما رضيش عليها، حنا كنقولوا على اللهجه الساقطه ديال الشارع. ماشي اللهجه اللي كترقى للمستوى اللي تربينا عليه. اذا خصنا نحاولوا يمكن يكون الطعم. لا واش دابا الا لخصنا السي محمد زيات والسي انور حكيم، الا لخصنا دابا هذا الشيء كامل اللي تكلمنا عليه بغض النظر على الفقرتين الاولتين اللي تكلمنا فيهم على اسماء وارده واسات لهذا التاريخ المجيد ديال الاغنيه المغربيه، حنا كنعيشوا واحد الفتره من الالفينات لدابا يعني تقريبا واحد 20 سنه هاد فيها هاد. واش كتظنوا كتطلعوا انه يكون هذا المستقبل هاد الاغاني اللي كنا كنفتخروا بها واللي كانت كتاسس الجماليه الاغنيه المغربيه، واش كاين شي امل اننا نسمعوا كلام جميل، نسمعوا الحان جميله، نسمعوا موسيقى جميله تدخل للبيوت المغربيه؟ ممكن 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 ممكن، واخا التاريخ ما كيرجعش للور، احنا ما بغيناش يرجع للور، احنا بغيناه يزيد القدام، ولكن يزيد القدام بالجميل. ما يمكنلوش يزيد القدام بين احنا بوحدنا، لان هذه مساله مشتركه بين الاجهزه الحكوميه، الناس الواصلين للقطاع. وزاره الثقافه الان مطالبه بـ 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 بانشاء ولا بغيتي تقول تنظيم دائره ندوه وطنيه على حول الموسيقى. احنا كنطالبوا بها من زمان باش نجلسوا نهضروا مع الناس ديال المخضرمين. هذا نداء غادي يوصل للمسؤولين. تنظن ان ملي غنكون عندنا فرصه نتكلموا ونوضعوا خريطه الطريق الاغنيه، شنو بغينا نوصلوا باغنيتنا، فين بغينا نوصلوها، كيفاش بغينا نوصلوها، وشكون هما اللي مهيئين انهم يوصلوها ويبدعوا فيها ويطوروها ويحطوا لنا اغنيه بهذه المواصفات اللي قلتي، يكون تصنيف غادي ديك الساعات نقدروا نمشيو ولا ندخلوا لمرحله الانتاج والتنفيذ. الان المسائل مفتوحه على مصراعيها، اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. نعطيو مداخله اخيره، راي اخير باش نختموا الاستاذ انور. هاد المسائل ديال هاد المنتوج الغنائي نحاولوا، والمسؤولين راه تكون الاذان الصاغيه ديالهم بالنسبه لهذا البرنامج، على الاقل نرجعوا ما يسمى بلجنه الالحان والكلمات، لانها كانت عندها رقابه وعندها صرامه في اخراج هذاك المنتوج للوجود للناس باش يسمعوا شي حاجه نقيه. ثانيا علاش ما نوضوش نرموا الاجواق الموسيقيه الوطنيه؟ ما بقى حتى شي جوق في الاذاعه نهائيا. الجوق الوطني كانت فيه 45 الناس كله مشى، جوق فاس ولا خليط ما بين العصري والملحون باش يكملوا الفرقه الموسيقيه الى اخره. فهنا الفنان اللي ما عندوش الدعم المادي وداكشي ما بقاش في استطاعته باش ينتج اغنيه. قدر ما كانت الابواب مفتوحه ليه كيمشي يسجل في الاذاعه وفي استوديو الاذاعه وكتهلا في الاذاعه، ودابا حتى المقابل ما بقاش عنده، كيخصو يعطي ذاك المنتوج ديالو بالمجان. واللي هو مؤسف السي انور هو ان القسم الموسيقى اللي كان هو الوصي الاول على انتاج الاغنيه المغربيه وانتقائها وتخضيعها للتحليل والفحص ما بقاش تحيد من المنظومه ديال الاذاعه والتلفزيون المغربي. الان فين هو قسم الموسيقى؟ ما كاينش. هو اللي فين باش غادي نديروا الاليات اللي كيتكلم عليها السي انور حكيم؟ خصنا نردوا قسم الموسيقى عاوتاني للبلاصه ديالو ونحطوا على راسه رجل متمكن عارف عنده كفاءات ومهيئ عنده جميع المواصفات باش يمكن له يكون هو الميزان الحقيقي ديال الاغنيه المغربيه. وهذه مجموعه من النداءات كنتمنوا ان المسؤولين يوعوا بها، واللي خدمه هذه الذاكره الغنيه للغناء المغربي. شكرا محمد زياد، شكرا لانوار حكيم. نمر الى فقره الاصدارات. نعم نجيب، ونقترح على القراء اليوم روايه سليمان لو جاردينيي دي مو لعز الدين المتين، منشورات لا كروزي دي شومان، كذلك كتاب لو كوبل كومون لو كونستروير كومون لو بريزيرفي لنادية قدري، منشورات لو فينيك، ديز انتيليكتويل اي دو بوفوار لادوار سعيد، منشورات طريق. جميل.
قبل أن أقترح عليكم هذه الباقة المتنوعة من قطوف دور النشر والمطابع المغربية، أود أن أقول على أن من آليات اشتغال الذاكرة أنها تحتفظ بالأجود، والأجود هو الذي يستطيع أن يصل. مصطفى بن سلطانة يتحدث لنا عن رودانا حين غنت النسوة بكتاب أنيق تحت عنوان بلاغة اللغة الدارجة وأفاق التأويل، تلال وسراب رواية جديدة للروائي والباحث عبد الله بن هنية. أيضا عبد الفتاح كليطي يواصل مسيرته من العطاء والإبداع والتألق بكتاب جديد تحت عنوان بحبر خفي ضمن منشورات دار تبقال للنشر ليام الدائرة محمد عويدات في ديوان زجل ضمن منشورات دار التوحيدي. محمد هندوف يصدر كتابا قيما الموجه العلمي لمدرس اللغة العربية المدارس الابتدائية ضمن المكتبة التربوية لمنشورات المدارس بالدار البيضاء، قراءة ماتعة. شكرا سي محمد، شكرا مريم، شكرا مرة أخرى لضيوفنا الكرام محمد زيات، أنور حكيم، وعزيز المجدوب اللي غنيتو النقاش حول الذاكرة الغنائية بالمغرب. شكرا كذلك لجمهورنا الجميل في الاستوديو، شكرا لمتتبعينا على قناة الأولى، لنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.